بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 80 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. الدرس رقم 80، وهذا من توفيق الله عز وجل. إن شاء الله تعالى الله يمد بأعمارنا وإياكم جميعا في الخير والعمل الصالح حتى نصل درس 800 بإذن الله تعالى الكريم. أعتقد ذلك سيكون في المجلد ربما السادس، وبالله التوفيق. طيب، نحن نقرأ من هذا الكتاب بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها، بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها، ونقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيري حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 344 من الجزء الأول، اللي هو نفسه المجلد الأول، اللي هو نفسه المجلد الأول. طيب، الموضوع الذي سنبدأ به اليوم اللي هو الجمع للمطر. يعني احنا بعد ما انهينا الأحكام المتعلقة برخصة القصر في السفر والجمع في السفر، سنأتي لموضوع الجمع للمطر. الجمع للمطر طبعا هذه كلها من الرخص الشرعية، والرخص الشرعية هي للتخفيف والتيسير كرما من الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تفضلا من الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والتخفيف قد يكون بتغيير الهيئة، قد يكون بتغيير الوقت، قد يكون بإنقاص العدد، ثمة صور متعددة للتخفيف. فالتخفيف في الوضوء بأن يستعاض عنه بالتيمم، التخفيف في الصلاة بقصرها وجمعها بتغيير هيئتها، يصلي قاعدا مضطجعا كما ذكرنا فيما مضى. وهذه التخفيفات كلها من الرخص الشرعية كما قلنا، وهي من كرم الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الآن في السفر قلنا يجوز أن يقصر الرباعية، ويجوز أن يجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. يمكن أن يأتي يستمتع برخصة القصر دون الجمع، ويمكن أن يستمتع برخصة الجمع دون القصر، ويمكن أن يستمتع بهما معا طالما أنه في سفر كما بينا في شروط هذه الرخصة سابقا. الآن ماذا عن الجمع في المطر؟ الجمع في المطر ما في سفر، إحنا في حال إقامة، ومع ذلك في رخص شرعية للمقيم، في رخص شرعية للمقيم، فليست الرخص الشرعية للمسافر فحسب. تمام. بالنسبة للصلاة، المقيم لا يقصر، القصر للسفر، لكن ممكن يجمع. المقيم غير المسافر ممكن يجمع في هذا اللي بنسميه الجمع للمطر، والجمع في حال المرض والخوف إلى آخره. فما هو جمع المطر؟ طبعا هنا قبل ما نقرأ من الكتاب لابد أن نلفت النظر أنه بالنسبة للجمع، يعني أكثر المذاهب تشدداً، مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأكثر المذاهب توسعاً مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ويأتي مذهب الإمام الشافعي وسط فيما يتعلق بالجمع للمقيم. نبدأ بالجمع للمطر. فصل، الجمع للمطر. طبعا كلمة فصل من صنيع الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، ما بين معقوفتين، هذا من صنيع المحقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله.
ويجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولى منهما اتفاقا بين الشافعين، يعني جمع تقديم. تمام، اختلفوا في جمع التأخير، أما جمع التقديم اتفق الشافعية وغيرهم من فقهاء المذاهب السنية على جواز الجمع بين الصلاتين. طبعا الفجر خارج الكلام الذي نتكلم عنه، فلا تقصر ولا تجمع، لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، صلاة الفجر خاصة لا تقصر، ما تصلى ركعة واحدة لا في سفر ولا في حضر، ولا تجمع مع غيرها، لا مع قبل مع التي قبلها صلاة العشاء ولا مع التي بعدها صلاة الظهر، لا في سفر ولا في حضر، ولا في إقامة ولا في مرض ولا في غيره. هذه صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولى منهما، لما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح هو أهم حديث في قضية الجمع بين الصلاتين. لاحظوا ماذا يقول، ما في قول للنبي عليه الصلاة والسلام، وصف من عبد الله بن عباس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اجمعوا حال كذا أو يمكن الجمع حال كذا أو إذا نزل مطر اجمعوا، ما فيش قول، ما فيش سنة قولية، هذه سنة فعلية موصوفة من الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. إذا وظاهر الحديث كما أجمع شراح الحديث إنه هذا جمع تقديم، جمع يعني صلى الظهر مع العصر، صلى الظهر مع العصر. تمام، صلى الظهر مع العصر وفي وقت الظهر، وصلى المغرب والعشاء في وقت العشاء المغرب عفوا، يعني جمع تقديم. لكن إيش التعليل؟ من غير سبب. كيف يكون هذا الحديث النبوي الشريف الذي كان فيه الجمع من النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الصلوات جمع تقديم من غير سبب هو دليل الجمع للمطر؟ يعني كيف؟ لأنه لاحظوا السبب الذي قاله عبد الله بن عباس، من غير خوف ولا سفر، معنى ذلك الجمع في السفر والجمع للخوف هذا أمر مشروع معهود من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المستغرب أنه فعل مرة واحدة هذا الفعل الجمع من غير هذين السببين المعتادين. طب لماذا فعل ذلك؟ هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء أنه فعل ذلك مرة واحدة تخفيفا على أمته، ما كان في مطر ولا في عدو ولا في سفر، وجمع في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في يوم واحد، والمغرب والعشاء جمع تقديم. تمام، فالصحابة قال لك إيش تغيرت الصلاة؟ لا ما تغيرت، بقيت المواقيت هي هي، والصلوات خمس صلوات مفروضة بخمس مواقيت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قبلها كان يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها التي بينها للصحابة وتكلمنا عنها تفصيلا فيما مضى. وبعد هذا الحدث أيضا عاد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات الخمس في وقتها في المسجد النبوي الشريف، لكن لماذا فعل هذا مرة واحدة في حياته؟ تخفيفا على أمته، تخفيفا عن أمته. لذلك الحنابلة لما توسعوا قال لك للمرض، للحاجة الشديدة، يعني توسعهم هذا مستند لهذا الحديث النبوي الشريف، إنه يعني صحيح المواقيت مهمة والصلاة تؤدى في أول وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن إذا نزل بكم نازلة يعني تعذر معها أو عسر معها أو أصبح هناك مشقة غير معتادة في موضوع الالتزام بالمواقيت، فيمكن الجمع استثناء بشكل مؤقت، مش يصير الجمع هو الأساس. ده مثل ما فعل الشيعة الجعفرية، قال لك إنه الصلوات تجمع مدى الحياة، يعني لغوا مواقيت العصر والعشاء، فيصلوا الشيعة الجعفرية يصلون الخمس صلوات
في ثلاثة أوقات، الفجر والظهر مع العصر في وقت الظهر دائما، والعشاء مع المغرب جمعا في وقت المغرب دائما. وهذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة تخفيفا على أمته، يعني أخذت اللي فعله في يوم واحد وتركت اللي فعله في 23 سنة، الالتزام بالمواقيت، هذا من باب التخفيف. تمام، التخفيف إذا نزل بكم نازلة وأمر شديد كالمطر وكالخوف. تمام، عشان كده عبد الله بن عباس قال لك جمع من غير خوف ولا سفر، في رواية ولا مطر، فدل ذلك على أنه الجمع في مثل هذه الأسباب معهود في الشرع، معهود من النبي عليه الصلاة والسلام، مأذون به شرعا. تمام، كيف الاستدلال؟ طيب، وقال مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، وهذا من يعني هذا الموضع من المواضع القليلة التي يخرج فيها الإمام الشيرازي، فينقل أقوال أئمة المذاهب الفقهية السنية الأخرى، هو أحيانا يذكر قول الإمام أبو حنيفة، أحيانا نادرة، وهنا هو يذكر قول الإمام مالك بن أنس، ولكن هذا على سبيل الندرة. غالبا كل ما ينقله الإمام الشيرازي في كتاب المهذب هو من يعني اجتهادات الشافعية، سواء الإمام أو تلاميذه أو تلاميذهم ومن بعدهم رحمهم الله تعالى جميعا. قال مالك رحمه الله: أرى ذلك في وقت المطر. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى إنه السبب الذي لأجله جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجمع، وما كان في خوف، ما يعني ما في عدو وما في سفر، هو كان بسبب المطر. وفي رواية إنه عبد الله بن عباس بيقول نفس هذه الحديث: من غير خوف ولا مطر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. على أي حال، اجتهاد الإمام مالك في شرح هذا الحديث في الرواية التي ثبتت عنده أنه كان هذا بسبب المطر، كان هذا بسبب عذر المطر، يعني مطر متواصل طيلة النهار والليل، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي على هذا الشرح للحديث بكون الحديث النبوي الشريف دليل على مشروعية الجمع في المطر. وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية؟ يعني يمكن نجمع جمع تأخير؟ جمع التأخير متفق عليه عند الشافعية أنه يمكن أن يكون في السفر، تمام، يجمع تقديما أو تأخيرا، الأمر فيه سعة. لكن ماذا عن الجمع حال الإقامة لعذر المطر أو الخوف؟ الخوف مع الإقامة، نعم، الخوف مع الإقامة، ممكن يكون في سيول، ممكن يكون في زلزال، ممكن يكون في سراق أو حالة حرب أهلية في المدينة، فما بيقدر يروح المسجد، يعني ممكن يكون في خوف ورغم وجود الإقامة. فإذا وجد الخوف أو المطر أو الخوف الشديد طبعا، فيمكن أن يجمع، لكن جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم الصحيح، الجمع جمع تقديم، حال الإقامة الجمع يكون تقديما، لأنه ما في مبرر لجمع التأخير. الصلاة تصلى في أول وقتها والثانية جمعت معها في أول وقتها، تمام، فلا تبقى في الذمة. أما التأخير صاروا الصلاتين في الذمة إذا أردنا أن نجمع تأخير، وما في داعي للتأخير، ما في مبرر، لأن أنت مش في سفر، في حال إقامة، هذا الخوف أو هذا المطر لأجله تجمع لما يدخل وقت الأولى ويكون العذر موجودا. فيه قولان، قال في الإملاء من كتب الإمام الشافعي المتأخرة: يجوز الجمع تأخيرا بعذر الخوف أو المطر، لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى، فجاز الجمع فيه في وقت الثانية كالسفر. هذا قياس مع الفارق يا إمامنا، قياس مع الفارق. السفر له خصوصيته، الإنسان متنقل، مش دائما بتيسر له دورة مياه عزكم الله يتوضأ. الآن في الطائرة، السفر بالطائرة، المواعيد هبوط الطائرة وصعودها مش بيد المسافر، تمام، السفر له خصوصيته، فكانت توسع فيه تجمع تقديما أو تأخيرا.
تمام، ولا الصحيح بالنسبة للمقيم إذا وجد عذر المطر أو عذر الخوف فإنه يجمع تقديما فقط، وهذا ما أثبته الإمام الشافعي في القول الثاني في الأم، وقال في الأم لا يجوز، لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر، وهذا هو المعتمد للفتوى عند الشافعية، عدم جواز جمع الصلاتين، جمع تأخير في وقت الثانية في حال الإقامة لعذر المطر أو لغيره، لعذر المطر أو لغيره، بتجمع تقديما فقط. يعني أنت لأنه إيش دراك أنه العذر سيبقى مستمرا في مطر حال دخل وقت صلاة الظهر وفي مطر شديد، خلاص بتجمع في المسجد مع الإمام، تجمع في المسجد مش في المصلى، ومع الإمام الجماعة الأولى بتجمع جمع تقديم، تمام، بتجمع جمع تقديم. أما أن تقول بجمع جمع التأخير، افرض انقطع المطر ولما جاء وقت صلاة العصر كانت السماء يعني صحوا، الجو صحو، ما في غيوم، ما في مطر، والشمس موجودة في كبد السماء، فبالتالي لماذا تؤخر؟ ما في العذر، مش موجود العذر، مش موجود، فيبقى الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا المعتمد للفتوى عند الشافعية، وهو الذي أؤيده هنا، ما ذكره الإمام الشافعي بالأم في المذهب الجديد لا يجوز، يعني جمع تأخيرا لعذر المطر، لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر. طيب نأتي لصفحة 345، فصل المطر قبل الصلاة. فصل المطر قبل الصلاة، هذه فقرة عنون لها المحقق بهذا العنوان، المطر قبل الصلاة، يعني ما كان في مطر لما بدأنا الصلاة ثم نزل مطر شديد، فبجوز بعد ما أسلم من صلاة الظهر أقيم الصلاة لجمع العصر معها تقديما أم لا؟ هذه المسألة هنا. طبعا الجمع أيها الأحباب حال الإقامة لعذر المطر أو الخوف يكون مع جماعة المسجد، مع جماعة الأولى في المسجد، في المسجد مش في المصلى، وهذا الحكمة من هذا التخفيف، تعظيم أمر صلاة الجماعة، تعظيم أمر صلاة الجماعة، الآن سيأتي تفصيل ذلك. أما واحد جالس في بيته جالس في بيته والمطر شديد وفي ثلوج تنهمر، هل يمكن أن يجوز أن يجمع الصلوات في بيته إماما بأهل بيته؟ الصحيح لا يجوز، لأن الجماعة إذا أطلقت فالمقصود بها الجماعة الأولى في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، تمام، حتى يكون اجتماع المسلمين في المسجد. أما إذا أعطيت المصليات حكم المسجد، أو أنه الواحد يصلي في بيته مع عياله مثل الصلاة في المسجد، فلن تعمر المساجد، لن تعمر المساجد، مقصد الشرع الشريف عمارة المساجد بأكبر عدد ممكن من المصلين في الجمع والجماعات، تمام، في الجمع والجماعات. فلذلك الجماعة اللي هي إذا أطلقت الجماعة الأولى مش الجماعة الثانية والثالثة والرابعة، وإلا لو كانت كلها نفس الحكم الناس بتبقى تصلي من بعد أذان الظهر إلى الساعة الثانية ظهرا مثلا، جماعات صغيرة كلهم بإمام، هذا مش هو المقصود للشرع الشريف، المقصود جماعة واحدة كبرى في بيت الله عز وجل في أول وقت الصلاة، هكذا تعظم الشعائر. أما اللي جاء مسبوق أو اللي جاء وعمل جماعة لحاله اثنين ثلاثة، هذا في نوع تفريط، عشان كده وجدنا الحديث الحسن إنه من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تكبيرة الإحرام مع من؟ مع والده في البيت، ولا مع اثنين ثلاثة جاءوا عملوا جماعة بعد الصلاة ما خلص الإمام؟ لا طبعا، تكبيرة الإمام مع الجماعة الأولى، مع إمام الجماعة الأولى اللي هو عادة الإمام يسمى الإمام الراتب،
والله أعلم. فصل: المطر قبل الصلاة. فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع، لأن سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به، كما لو دخل في صلاة ثم سافر فإن أحرم. نعم، هذا القياس مع الفارق، قياس مع الفارق. أنا لا أوافق الإمام الشيرازي فيما ذهب إليه هنا ومن وافقه من الشافعي. هي أصلاً رخصة، تمام، نحن لا نتحكم بهذا العذر، لا نعلم متى سيأتي المطر ومتى سينقطع وكيف سيأتي. صحيح الأرصاد الجوية الآن كعلم ممكن يعطي توقعات حسب الرصد والقياس، لكن لا نعلم جزما، تمام. والجمع هذا رخصة، يعني صدقة من الله عز وجل. فالآن تقول له دخل في وقت الظهر، افرض بعد ما كبر الإمام في مسجدنا انهمر المطر في الركعة الثانية، مطر غزير جعل الشوارع حول المسجد سيول، الآن بعد ما سلم لماذا لا يجوز لهم أن يجمعوا مع إمامهم؟ يعني موضوع السفر كما لو دخل في صلاة ثم سافر بيتمها، هذا مختلف كما كان جالس في سفينة أو في سفينة وأقام الصلاة وكبر ثم تحركت السفينة وأبحرت فأصبح مسافرا ابتعدت عن الشاطئ، فيكمل الصلاة أربعة ولا يصلي ركعتين؟ لا، يصلي أربعة لأنه بدأ مقيما فيتمها، تمام. هذا مختلف، عم نتكلم عن صلاة واحدة، صلاة الظهر بدأها على السفينة أربعة ونوى أربعة ثم تحركت السفينة وبدأ السفر عنده فبيكملها أربعة كما بدأ كما نوى، تمام، وهي صلاة واحدة. لكن نحن بالنسبة للجمع أمام صلاتين يراد جمعهما، فلما سلم من صلاة الظهر كانت الأرض حوالين المسجد كلها سيول وأمطر غزير، فلماذا لا تبيح له أن يجمع صلاة العصر معها؟ بتقول لي بالنية، ما يمكن أن هنا يمكن أن تدخل النية على الصلاة الثانية بأنه ينوي فيها الجمع وبدون أي مشكلة. الصلاة الأولى صلاها في وقتها أربعا تامة كاملة في أول الوقت مع الإمام، دخل العذر عليهم في الصلاة الأولى، بعد أن سلم الإمام لا بأس بالجمع، جمع العصر معها، لأنه الموضوع كما قلنا موضوع رخصة تخفيف، فلا يعني تشدد على الناس إذا لازم المطر ينزل. هذا القول اللي قاله الإمام الشيرازي هنا أثبته نقلا عن الشافعية، ممكن يؤدي إلى إيش؟ إنه إذا كان في غيوم شديدة في السماء، تمام، بيبقى الإمام والمصلين ينتظروا، انتظروا قليلا يا جماعة لا تقيموا الصلاة لحين ما ينزل المطر عشان يكون جمعنا صحيح، فيؤخرون الصلاة عن أول وقتها رجاء أن ينزل المطر والسماء ملبدة بالغيوم. منقلهم يا إخوان صلوا في أول الوقت وأحيوا السنة وأقيموا الشعيرة على الوجه الأتم الأكمل، إذا نزل مطر في الصلاة فيمكن أن تقيموا صلاة العصر بعدها وتجمعوا وتكون صلاة العصر بنية جمع التقديم، فالأمر فيه سعة، لأنه لما سلموا كانت السماء منهلة والأرض مبتلة خلاص. أما تقول له لازم يكون قبل، ما نعلم الغيب، ودع الناس يستمتعوا بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والله تعالى أعلم. فهذا من التشدد في غير من غير ما دليل، كما لو القياس على صلاة المسافر، مسافر صلاة واحدة هي الظهر أو العصر أو غير، بدأها مقيما وتحركت السفينة، وهذه حالة نادرة، صورة نادرة، يعني يكمل ركعتين؟ لا، يكمل أربعة كما نوى. أما إحنا الآن ما بدنا نغير النية، إحنا الآن نوينا الظهر حاضرا في أول وقتها، لما خلصنا لقينا الدنيا عايمة، نجمع للمطر ولا نجمع؟ والله أعلم. وممكن يكون الخوف أيضا، يعني بدينا بأمان الله، في حالة حرب أهلية في البلد، في اقتتال داخلي، تمام، في انفلات لحبل الأمن، الآن لما كبرنا للظهر كان الأمور تمام، خلال الصلاة سمعنا إطلاق النار حول المسجد وتفجيرات وغيره، يعني في
نشاط للاقتتال، فنجمع للخوف ولا نجمع مجرد ما سلمنا من الظهر نقيم العصر ونجمع، وتقبل الله طاعتكم. فإن أحرم بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتى أحرم بالثانية جاز الجمع. هذا تكلف، ما دام في مطر شديد حصل قبل الصلاة الأولى أو قبيل الصلاة الأولى أو أثناء الصلاة الأولى فالجمع صحيح. أما انقطع، من قطع يعني بدي أسلم أنا من الصلاة، ما دام مطر شديد، العبرة بالمطر الشديد، السماء منهلة والأرض مبتلة. أما تقول له إذا انقطع ما انقطعش، بده يقعد يشتغل المصلي والإمام ذهنه في المطر اللي خارج المسجد، ولا بده يخشع في الصلاة؟ وهذا موضوع المطر وامتداده واشتداده ما بنعرف يعني مقداره، ممكن يكون في مطر شديد في أول صلاة الظهر، في أول نصف ساعة مثلا بعد دخول الوقت، وبعدين تنقشع الغيوم ويصحو الطقس وتخرج الشمس وصلاة العصر بكون ناس في تنزه، بكون جمعنا غلط؟ لا، لأن الذي شرع هذه الرخصة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، وهو لما شرع الرخصة الله يعلم كيف ينزل المطر وهو الآمر بإنزاله. ممكن ينزل متقطع ممتد، ممكن ينزل شديد خفيف إلى آخره، ويعلم الله عز وجل إنه علم الإنسان محدود في ذلك. إحنا مش بدنا نفتح على نشرة الأصوات الجوية بث مباشر خلال الصلاة، ما بنعرف في مطر قبيل الصلاة، قبل الصلاة، أي صلاة الأولى، خلال الصلاة، السماء منهلة والأرض مبتلة، خلاص بتسلمت أقيموا، أبدأ بصلاة العصر جمع تقديم، أو أبدأ بصلاة العشاء جمع تقديم، والله أعلم. وإن عدم فيما سواها من أحوال لم يضر، لأنه ليس بحال الدخول ولا بحال الجمع. يعني هذا استمرار لتفصيله اللي هو قلنا أنه محل نظر، والله تعالى أعلم. دقيقة أيها الأحباب، طيب، فصل. المطر المبل، المطر المبل، ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله لأنه لا يتأذى به. إذا لاحظ هذا كلام سديد، المطر الخفيف جدا هذا يعني ممكن يحصل في الصيف حتى أحيانا، هذا لا يعمل وحل ولا يعمل سيول ولا يعمل إعاقة، تمام، فليس فيه في إشكالية بالذهاب إلى المسجد والمجيء والذهاب والمجيء مع وجود مثل هذا المطر الخفيف. أما المطر الشديد كما قالوا السماء منهلة والأرض مبتلة، اللي بيعمل سيول بيعمل طين بيعمل وحل، فهذا هو الذي يكون سببا للجمع حتى لو كان من غير برد، حتى لو كان من غير برد ممكن يأتي مطر شديد غزير في الصيف، هذا نادر لكن يحصل، والحرارة موضوع المطر الماء الذي ينزل صحيح هو يعني غوث للأرض وللزرع وللبهائم أعزكم الله، لكن ممكن للإنسان يعمل له إعاقة بالحركة في الذهاب والمجيء، وإذا كان في طين بالشوارع في سيول في إلى آخره، فالدين يسر. فقال لك المطر يكون شديد، المطر الخفيف لا يكون سببا للجمع. وهذا يختلف فيه أحيانا بعض الناس مع أئمتهم في المساجد، يقول لك نجمع ما نجمعش بالنظر إلى شدة المطر أو إلى أنه مطر خفيف، وهنا يرجع التقدير للإمام الراتب، تمام،
ولابد من الورع هنا أيضا في التحقق من غزارة المطر، يعني مش أي نقطة من السماء خلاص نجمع، لا، لابد أن يكون مطرا غزيرا، تمام، وحاصل قبل الصلاة الأولى أو قبيل الصلاة الأولى أو في أثنائها، تمام، لأن المطر الغزير يبقى أثره، بتبقى الشوارع مطينة والسيول والمياه موجودة، يعني الإعاقة موجودة، أما المطر الخفيف فهذا قال لك لا يبل الثياب، تمام، لا يؤثر، لا، والناس اعتادت عليه، تمام. وأما الثلج فإن كان يبل الثياب فهو كالمطر، وإن لم يبل الثياب لم يجز الجمع لأجله. هنا يعني لابد من تفصيل قد نخالف فيه ما قرره الإمام الشيرازي. بالنسبة للثلج، الثلج حقيقة يعني هو أشد من الوحل وأشد من السيول، فإذا كان الثلج حقيقة يعني إذا كان نازل فهو كالمطر بل أشد، لأن المطر بيعمل سيول، أما هذا بيعمل انسداد في الطرق، المطر الغزير بيعمل سيول لكن بتضلها الطريق سالكة، أما الثلج لما بينزل ممكن إذا كان غزيرا تسكر الطريق أصلا، يعني ما بصير في قدرة على الوصول للمسجد إلا بفتح الطريق بجرافات وغيره، فالعذر حقيقة متحقق بشكل أكبر حتى بعد انقطاع الثلج وتوقفه، إذا أثره ظل موجود مسكر الطريق فهنا يكون الجمع في حال الثلج يعني أبلغ وأحوج، يعني إذا نزل الثلج في الضحى ثم انقطع وسكرت الطريق نجمع على صلاة الظهر ولا لا؟ نجمع، ولا نتقيد بما ذكر الإمام الشيرازي أنه وإن لم يبل الثياب لم يجوز الجمع لأجله، الثلج إلا ما يبل الثياب، الثلج مثل المطر الغزير بل أشد، مثل المطر الغزير بل أشد، والثلج لا يعني قلنا المطر لابد أن يكون يعني يسقط قبل الصلاة أو قبيل الصلاة وفي أثنائها الأولى، الآن الثلج لو سقط قبل الأولى ثم انقطع، لو سقط قبل الأولى ثم انقطع يبقى العذر موجودا إذا انسدت الطريق. دقيقة يا إخوان، في دقيقة طيب نستميحكم عذرا، سأخرج من صالة غرفة الزوم دقيقة وأرجع إن شاء الله، دقيقة وأرجع، أرجو أن توقف التسجيل أخ أسامة ثم نستأنف بإذن الله. طيب إذا موضوع الثلج انتبهوا، ما فيش نصوص في هذه المسائل، يعني اجتهادات من الشافعية وغير الشافعية رحمه الله تعالى على بوء فهم مناط الرخصة في فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بغير وجود خوف ولا سفر ولا مطر، فدل ذلك على أن الجمع لهذه الأسباب معهود في الشرع مأذون به، الآن تحقيقها هذه رخصة صدقة من الله لكن لا يتوسع بها لأنها ثابتة على سبيل الاستثناء خلافا للأصل، الأصل الصلاة في وقتها، المواقيت ما شرعت عبثا حاشا وكلا، تمام، الصلوات شرعت خمس صلوات، ركعتين الفجر، أربعة الظهر، أربعة العصر، ثلاثة المغرب، أربعة العشاء، الآن تغيير في الوقت تغيير في العدد هذا رخصة
والرخصة لها مناط، لها سببها، لها شروطها، فلا يتوسع بها لأنها ثابتة على سبيل الاستثناء. لكن هنا نقول ثلج، يعني مثلا في بلاد الشام معروف عندهم الثلج ما هو وما أثره، في بلاد القريبة من خط الاستواء ربما بعضهم لم يرى الثلج في حياته قط، فبقول لك يعني فالكلام عنده عن المطر، عن عذر المطر. يعني أنا في يعني أسكن الآن في منطقة القصيم في الجزيرة العربية، ما في ثلج على مدار العام، ما يرى الناس الثلج أبدا، تمام؟ أقرب مكان ممكن أن يسقط فيه الثلج على بعد 1000 كيلومتر شمالا، تمام؟ فالقصد أنه من البلاد التي يأتيها الثلج عادة يعرفون أنه الثلج يعيق ويجعل في مشقة كبيرة في الذهاب والإياب للمسجد ولغيره أكثر من المطر والسيول بكثير، تمام؟ أنت لا تحتاج مع المطر الشديد إلى جرافات حتى تستطيع أن تذهب إلى المستشفى، تمام؟ أو ما شابه، لكن في الثلج يصير في إغلاقات كبيرة وتحتاج إلى تدخل أحياناً الدفاع المدني أو الجيش. فمثل هذا بنقول لو هطل قبل الصلاة وانقطع هطول الثلج وتسكرت الطريق مع دخول وقت الصلاة الأولى فيكون عذر الجمع متوفراً، والله تعالى أعلم. فأما الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها، هذا عند الشافعية. بينما ليش قال نص عليها؟ لأن الحنابلة قال لك يمكن الجمع للوحل والريح الشديدة العاصفة الباردة والظلمة والمرض، تمام؟ المرض في المقعد، المرض المقعد اللي فيه يعسر معه الذهاب والإياب، تمام؟ هذا عند الحنابلة يجمع المريض مثل هذا المرض، وحقيقة في اجتهاد الحنابلة يعني وجاهة مع احترامنا لمذهبنا ومذهب سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى. الوحل ايش قصد الوحل؟ نزل مطر شديد في بعد الفجر ثم انقطع، جاء وقت الظهر وفي سيول وفي وحل، خاصة إذا ما في اسفلت في المدينة كلها طرق ترابية فبده يكون اي طين. هذا قال لك الشافعية ما يجمع لأجله. الريح الشديدة، الحنابلة قال لك ريح شديدة كانت عذاب لأقوام السابقين، ريح لحالها بدون مطر، بدون الريح اقتلعت أقوام أهلكتهم، والأعاصير الآن في بعض البلاد كما نسمع تكون مدمرة. فإذا كان في عندي إعصار قادم على البلد أو موجود في البلد، تمام، أجمع ولا ما أجمع؟ حقيقة اللي شافوا الإعصار، اللي عاشوا الإعصار وشافوا الإعصار يعرفون أنه في قول الحنابلة بجواز الجمع للريح الشديدة وجاهة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا معي فعل فعلا تخفيفا على أمته، والصحابة فهموا هذا التخفيف ما هو. فيعني الموضوع تخفيف لكن يحتاج إلى ورع، وهذا الورع لا يلغي التخفيف، لا يلغي الرخصة ولا يضيقها، وبنفس الوقت لا يتوسع بها. ولذلك قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعدين هذه الأعذار أيها الأحباب، إن كان المطر الغزير أو الثلوج أو ما شبهها، هذه ليست دائمة على مدار العام، هذه حتى في فصل الشتاء عند البلاد اللي فيها فصول أربعة تكون استثناء، يعني نادرة الحصول المطر الغزير. إذا كان في بلاد الشام المطر الغزير، وهي بلاد تعتبر بلاد مطيرة، المطر بشكل عام 90 يوم في السنة في بلاد الشام، 90 يوم. في منطقة نجد في الجزيرة الأمطار 40 يوم في السنة، يعني أقل من نصف الأمطار في بلاد الشام فقط. كل عدد الأيام ليأتي فيها مطر غزير أو خفيف أو غيره 40 يوم، تمام؟ فالمطر الغزير بده يكون يعني أي عدد أقل حتى في بلاد الشام. لو قلنا مجموعة الأيام المطيرة من أيام السنة 90 يوم، بده يكون الأيام اللي فيها مطر غزير جدا 40 يوم. كم مرة يأتي ثلج؟ ممكن يأتي يعني عاصفة ثلجية بما مجموعه 9 أيام مثلا،
لكن ليست متصلة، فنتكلم عن عدد قليل، تمام. فلذلك الرخصة تكون استثناء قليلة، مش هي الأصل، تمام. فلذلك يعني في التطبيق في كل الأحوال لابد من الإحالة على أهل العلم، عشان كده لازم الإمام يكون أعلمكم وأقرأكم، يعني أفقهكم في الدين، تمام. الإمام الراتب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى ما تنسف الرخصة ويمنع الناس من الاستمتاع بها، وبنفس الوقت حتى ما يتوسع بها توسعا مخلا من باب التساهل في دين الله، وإنما سددوا وقاربوا. طب ليش استدل الشافعية أنه ما في جمع بالوحل والريح والظلمة والمرض؟ قال لك لأنها قد كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه جمع لأجلها، وجمع بدونها، يعني هذا مش تعليل. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جمع مرة واحدة بدون هذه الأعذار كلها. فهم الصحابة، قال لك ما كان في سفر ولا خوف ولا مطر، لهذا الذي عهدناه أنه يجمع له عليه الصلاة والسلام. فالآن ريح شديدة، يمكن ما جاء ريح شديدة إلا يوم الأحزاب اللي اقتلعت كفار قريش، يعني إعصار ما جاء إلى المدينة. نحن مش متعبدين بعبادات خاصة بطقس ومناخ المدينة المنورة، ليه؟ لأنه الإسلام عالمي أيها الأحباب، الإسلام عالمي لكل زمان ومكان، بده يخاطب به من اعتنقه من أهل سيبيريا، من سكان القطبين الشمالي والجنوبي، فبده يعبد الله سبحانه وتعالى كما نعبده. فتقول لي ما صارش إعصار في المدينة المنورة مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في أي زمن آخر، لكن لو وصل الإسلام أماكن يحصل فيها أعاصير في بعض أيام السنة، أعاصير الرياح بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، فهنا نجد في فقه الحنابلة يعني صوابا واجتهادا سديدا، والله أعلم. سبحان الله، الحق منتشر في الأمة، ما في مذهب يستأثر بالحق كاملا، تمام. وهذا من حكم الله عز وجل. فأنت لما تقول لي ما نقل أن النبي جمع، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه في الصحيح أنه جمع بغير وجود أي عذر مرة واحدة، حتى يبين لأمته كيف يكون الاستفادة من رخصة الجمع، أنها تقديم العصر مع الظهر والعشاء مع الفجر مع المغرب فقط، لا تأخيرا، والفجر ما لهاش علاقة، فالفجر لا تقصر ولا تجمع، تمام. فإذا جاءتكم أعذار شديدة فاجمعوا الجمع التقديم، هذا العصر مع الظهر تقديما والعشاء مع المغرب تقديما، وهذا تعليما لأمته، والله تعالى أعلم، عليه الصلاة والسلام. طيب، وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، يعني مثلا الآن الزلزال الذي حصل في تركيا وسوريا، تمام، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا هناك، الدمار الهائل الذي حصل وانقطاع أسباب الحياة، مدن أصبحت مدن أشباح الآن، فمن تبقى منها، من تبقى في تلك المدن من عمال الإغاثة وعمال الإنقاذ والأطقم الطبية والناس الذين يبحثون عن أقاربهم الآن مع هذا البرد، حتى لو ما في مطر، برد شديد وزلزال مدمر، نجمع في الصلاة ولا لا نجمع؟ أنا أقول نجمع. أولئك الناس اللي في تلك الظروف، بلادهم وقراهم مدمرة ويبحثون عن أهاليهم وفي حالة إنقاذ وهلع وفزع، تمام، واضطراب وانقطاع أسباب الحياة، ففي ظل استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة والدمار وإحنا موجودين في ذلك المكان، نجمع ولا لا نجمع؟ صلاة العصر مع الظهر وصلاة العشاء مع المغرب من غير ما قصر، لأن مقيمين، بتكلم عن الناس الموجودين هناك، الأحياء الناجين ظروفهم، لأنه ظروف صعبة وهي بحاجة للعلاج، بحاجة ليأكل، وتعطلت أسباب الرزق عندهم،
ويبحثون عن أقاربهم تحت الأنقاض والهدم. فهذا الظرف اللي هو بسبب زلزال، والزلزال مش بيعمل إعاقة، بيعمل دمار، تمام، إلى أن ينتقلوا لمكان آخر أو يتم تهيئة ظروف الحياة في المكان اللي هم فيه، فيجمعون جمع تقديم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، والله أعلم. ولا تتعطل الشعائر ولا تضيع الجماعات أيضا، من يعني هذا من باب تعظيم الشعيرة، يعني أن تبقى الشعيرة قائمة جماعة في المساجد، وإن كانت مهدمة ربما المساجد خير من إيه؟ من أن تنقطع بالكلية، لأن الناس في كرب شديد وفي تشتت وفي يعني اضطراب بسبب ما حل بهم. فالموضوع أكبر من موضوع الخوف، وأكبر من موضوع مطر أو ثلج معيق للطريق. فيجمع في المسجد أو ما الجماعات التي تقام هناك جمع تقديم، والله تعالى أعلم، جمع صحيح. وإن كان يصلي في بيته، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، خلينا نفصل بين المسألتين. في بيته ممكن يجمع العصر مع الظهر في بيته بسبب عذر المطر، المطر نازل في الخارج والطريق كلها سيول. الجواب لا، الجمع أيها الأحباب في حال الإقامة، هذه الرخصة لأجل تعظيم الشعيرة، شعيرة صلاة الجماعة في المسجد. وإذا أطلقت الجماعة فالمقصود بها الجماعة الأولى في المسجد، المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس وليس المصليات اللي ممكن نصلي فيها صلاتين أو ثلاثة كغرفة في مؤسسة أو في شركة أو في مدرسة أو في مطار. لا، المطار في مسجد غالبا، محطة القطار فيها مسجد. فالكلام عن المساجد، إنما شرعت رخصة الجمع تعظيما لشعيرة صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة إذا أطلقت فالمقصود بها الجماعة الأولى في المسجد وليس في المصليات أو الدور. حتى لو كان عياله كثر يصلي فيهم جماعة، بتصلي فيهم جماعة ما في مشكلة، لكن من غير جمع، ما أنت في بيتك، تعرضك للأذى من الخوف أو من المطر أو الوحل أو الثلج. إذا خرجت من البيت للشراء أو للعمل أو للدراسة أو للمسجد، تمام، في صعوبة، فعشان ما تروح وتيجي مرتين قال لك بتجمع، بتروح للمسجد تصلي الظهر وتجمع معه العصر، بتروح للمسجد تصلي المغرب وتجمع معه العشاء. يعني نفهم حكمة الجمع، مش إنه جالس في بيته بآمن مطمئن كل حاجة عنده والتدفئة شغالة والدفاية وكله تمام والمطر شغال في الخارج هو عمال يجمع في البيت. لا، هذا اللي بيجمع في البيت قال الحنابلة للمرض الشديد اللي يعسر عليه الوضوء ويعسر عليه القيام والمجيء وعمليات جراحية والإنعاش وغيره، فيجمع على اجتهاد الحنابلة وهو مقيم وهو داخل المستشفى أو داخل العناية المركزة أو داخل غرفته في بيته إلى آخره. هذا المريض مرض شديد مقعد ويحتاج لعلاج خاص أو ما شابه. أما الصحيح المقيم اللي داخل بيته مهما كان في خوف خارج جدران البيت، مهما كان في أعاصير خارج جدران البيت، آمن مطمئن في بيته ولا يعنيه نزول مطر ولا ثلج ولا ما يحجل، لأنه محصن وآمن في بيته وفي تدفئة وكله تمام وأكله عنده. فهذا لماذا يجمع؟ لماذا يلغي المواقيت؟ تمام، الوضوء موجود والماء الساخن موجود، فما الجمع عشان بده يطلع للمسجد؟ ممكن تكون مسافة قريبة بعيدة، بده سيارة على الأرجلين إلى آخره، بغض النظر. يعني مثلا في إحدى البلاد حدثنا كان في حرب أهلية، فكانوا لما يذهبوا لصلاة التراويح في رمضان يذهبون بالسلاح الناري، كل واحد معه رشاش من شدة الخوف. فقلنا لهم ما دام هكذا الأمر ممكن تجمعوا صلاة العشاء مع المغرب، كان رمضان، وتصلوا التراويح في بيوتكم
ما دام في خوف شديد وخشيه من التعرض، وناس بتحرس المسجد المصلين خلال الصلاه بسلاحها الناري، يعني بسبب اضطراب حبل الامن. فمثل هذا الخوف الحاصل من قطاع الطرق، من اختلال حبل الامن، من الحرب الاهليه، الاقتتال الداخلي الى اخره، هذا الخوف مبرر لجمع التقديم. نجمع في المسجد، في المسجد مش في البيت، في المسجد، وإن كان يصلي في بيتي ما في جمع. طيب، أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، يعني في مسجد بعيد في مطر، تمام، المطر بعد مش واصلنا إحنا، لكن في القرية المجاورة في مطر غزير كما أخبرنا عن طريق الجوال، هاتف النقال أو غيره. المسجد اللي يجي بجوار بيتي ما في مطر، فهل يجوز أركب السيارة وأروح للمسجد اللي في القرية المجاورة على اللي فيها مطر عشان أستفيد من الجمع؟ الجواب لا. ففيه قولان، قال في القديم لا يجوز، وهذا الذي أرجحه هنا بقوة، لا يجوز الجمع في البيت ولا يجوز الجمع في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، إلا إذا كان يعني إلا إذا كان لم يتعمد البحث عن الرخصة، يعني هو رايح في شغل اصلا، عمله في في تلك البلده، يعني لازم يرجع للمسجد اللي بجوار بيته؟ لا، اذا كان في طريقه اصلا ذلك المسجد وكان في مطر خلاص ما لهش علاقه هو بحاله المطر او عدم المطر بالنسبه لبيته وحال اهل بيته، هو في شغل، في شغله شغال او في مدرسته او في جامعته، المكان اللي هو فيه كان في مطر وجمع في المسجد القريب خلاص انتهينا. أما المنع الذي منعه الإمام الشافعي في المذهب القديم هو الذي أرجحنا، أن يتعمد البحث عن مسجد بعيد فيه حول مطر عشان يجمع. الرخص هنا لا تتعمد أسبابها، لا يجوز تعمد أسباب الرخص، يعني مرض حاله عشان يجمع ما بيجوز، يعمل الفتنة في البلد عشان يجمع ويعمل حرب أهلية ما بيجوز. هب أن الإنسان ممكن يتحكم بالأمطار وهذا مش حاصل، إنه والله نزلونا مطر عشان نجمع ما بيجوز، يعني لو هو وصل مرحلة من المراحل في التقدم يوما ما إنه ممكن الإنسان يتحكم من بيته بالتأثير في غيمة فوق حيه أو بلدته إنها تنزل مطر عشان يجمع ما بيجوز. الرخصة تخفيف، رحمة من الله، صدقة من الله عشان تقوم الشعائر على الوجه الأتم الأكمل من الجمع والجماعات ونحوها، تمام، مش عشان نتفلت من الأحكام وعشان نتحايل على الأحكام، لا يجوز، تمام، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. قال في القديم لا يجوز لأنه لا مشقة عليه في فعل الصلاة في وقتها، عن الكلام في بيته، يعني أنت ما فيش مشقة عليك وداخل البيت، فبالتالي لماذا تجمع؟ يبقى الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خمس مواقيت، ما أنت جالس في البيت أصلا، ما لا يؤثر عليك لا خوف ولا مطر ولا سيول ولا ثلوج، تمام، فما في جمع. وطب المصليات أصلا حالة استثنائية، الأصل أن تقام الجمعة الجماعات في المساجد خمس صلوات، لأنه إذا توسعنا في المصليات ممكن تلغي دور المساجد، في كل عمارة نعمل غرفة للصلاة ولا تقام فيها كل الصلوات، تمام، في كل مؤسسة في كل شركة نعمل غرفة للصلاة، والمسجد قريب منهم 100 متر مثلا، ما بروح المسجد في غرفة للصلاة. كثرة المصليات حقيقة تمنع كثرة الجماعات في المساجد، فأين عمارة المساجد؟ القرآن حثنا على عمارة المساجد مش المصليات، سماها مساجد مش مصليات، متفق عليه عند العلماء، المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس في مواقيتها، مش بالضرورة تقام فيه الجمعة، ذاك اسمه مسجد جامع، لكن المسجد الصلوات الخمس، فإذا غرفة في شركة بيصلوا فيها الظهر والعصر هذه مصلى، تمام، والمصليات يعني ليس حكمها كحكم المساجد، أمرنا بالجماعة في المساجد، ما بقول لك هذه ليس لها أجر، لا شك أنها أفضل الصلاة في المصليات من الصلاة منفردا، لكن ليست كالصلاة في المسجد من حيث الأجر والثواب، تمام،
فلذلك المقصود بالجمع في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس إذا أطلق الكلام. فأنا مع المذهب القديم ها هنا، لأنه لا مشقة عليه في فعل الصلاة في وقتها في بيته، وكذلك في أنه يذهب إلى مسجد ليس في طريقه لأنه في مطر هناك، هذا تعمد السبب، تعمد الترخص، تعمد إيجاد سبب الترخص، فهو هذا فيه معنى التحايل على الشرع الشريف، تمام، والبحث عن الأسهل والترخص لذات الرخصة، تمام، بما يخرم الشعيرة. فهذا هذه النية وهذا المقصد ليس لأجله شرع الترخص، والله تعالى أعلم. وقال في الإملاء يجوز، لأن في الإملاء من كتب المذهب القديم الجديد. إيش الدليل في الجواز؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع في المسجد وبيوت أزواجه إلى المسجد وبجنب المسجد. طيب ماذا في ذلك؟ هل في عندنا دليل على أن أمهات المؤمنين كنا يجمعنا الصلاة مع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع في المسجد النبوي الشريف وحجراته أغلب الحجرات ملاصقة للمسجد آنذاك، فكأنها يعني في المسجد، هل كنا يجمعنا معه علي رضي الله تعالى عنهن؟ ما في دليل يوضح حقيقة نصي، لكن انظروا ماذا قال في الحاشية رقم واحد في أسفل صفحة 345، قال الأصح أنه لا يجوز عند جمهور الأصحاب، يعني الذي رجحت أنا في المذهب القديم هنا في هذه المسألة هو الذي رجحه جمهور الشافعية وهو المعتمد للفتوى عند الشافعية، وهذا من المسائل التي اعتمد فيها الشافعية قول إمامهم في المذهب القديم، فرحم الله الإمام الشافعي الذي أخرج لنا ثروة فقهية ضخمة هائلة كبيرة تمثلت في مذهبين اثنين محررين بأصولهما كتابة، وهذا لم يحصل من أئمة المذاهب الفقهية الأخرى رحمهم الله تعالى جميعا. الأصح أنه لا يجوز عند جمهور الأصحاب، وهو نص الشافعي في الأم والقديم، خلافا لما يتوهم من كلام المصنف أن النص في الإملاء بالجواز. يعني الإمام النووي في المجموع كما ينقل عنه المحقق الدكتور محمد الزحيلي هنا في هذه الحاشية رقم واحد أسفل صفحة 345 يشكك أصلا في أن الإمام الشافعي في مذهبه الجديد قال أنه يجوز، يشكك في هذه النسبة، قال لك في الأم، كتاب الأم وهو الكتاب الأساسي في المذهب الجديد قال ما قاله في القديم أيضا أنه إيش؟ أنه لا يجوز، والصواب أن المنع في القديم وفي الأم. فمعنى ذلك أنه هذا القول المنسوب للإمام الشافعي في كتاب الإملاء بالجواز شاذ، أما ما ذكره في الأم اللي تمثل مذهب الكتاب الذي يمثل المذهب الجديد، وما ذكره في المذهب القديم في كتابه الحجة أنه لا يجوز جمع الصلوات لعذر الخوف أو المطر، وهو أي المصلي في بيته يصلي جماعة في أهل بيته أو منفردا في بيته، لا يجوز، ما في مشقة. وهذا من فهمي وفقهي حكمة مشروعية الرخصة ها هنا، رخصة الجمع، والله تعالى أعلم. أما قضية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف جمعا حال الإقامة، طبعا في السفر كان في السفر في الغزو أو غيره معروف، أما متى كان يجمع في المسجد النبوي الشريف؟ في عذر المطر أو في عذر الخوف، ما حصل خوف في المدينة خوف إلا في غزوة الأحزاب. طيب ومرة واحدة صلى بدون عذر لا مطر، جمع يعني بدون لا عذر لا مطر ولا خوف ولا سفر، الآن هذه المرة ماذا فعل أمهات المؤمنين؟ ما في دليل يبين لنا. طيب لما كان يجمع للمطر ماذا كانت تفعل أمهات المؤمنين في الحجرات؟ هل يجمعن مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ خاصة السيدة عائشة، ما لم أعثر على نص يوضح ذلك. ليش السيدة عائشة؟ ليس لأنها فقيها فحسب رضي الله تعالى عنها، ولكن لأن حجرتها مطلة على
الروضة الشريفة، فيمكن من الشباك أن تسمع قراءة الإمام. تمام. الآن الشباك الذي نزور منه القبر الشريف من الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بزيارة قريبة للمسجد النبوي الشريف والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. أعتقد أن رخصة الجمع للصلاة للمطر أصبحت واضحة. في عندنا الآن صلاة الخوف، سنبدأ بها كمقدمة ونفصل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى الكريم. باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الآية 102 من سورة النساء، نحن الآن في صفحة 346. وكذلك يجوز في كل قتال مباح، ممكن يكون القتال مش ضد كفار، يكون قتال ضد مسلمين، يكون قتال مباح مشروع جهاد في سبيل الله، قطاع الطرق مسلمين، ممكن يكونوا مسلمين لكنهم عصاة مع يفعلون الكبائر، قتالهم جهاد والموت في سبيل ذلك شهادة. البغاة ممكن يكونوا مسلمين أو هم مسلمين أصلا مش كفار، البغاة تمام، قتالهم جهاد والموت في سبيل ذلك شهادة، الذين يخرجون على الإمام العدل. فإذا الجهاد المشروع ليس فقط ضد الكفار، وإن كان الأصل أن يكون ضد الكفار، لكن ممكن يكون جهاد ضد بقتال مسلمين كقتال قطاع الطرق وقتال البغاة. فهذا القتال بالمشروع كله تحت مسمى الجهاد بالسلاح إذا حضرت الصلاة والقتال شغال أو في خوف من هجوم الأعداء على مكان الصلاة، مكان إقامة الصلاة، فيكون تكون أحكام صلاة الخوف. طيب، وقتال قطاع الطريق لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار، وأما في القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم فلا يجوز فيه صلاة الخوف، لأن ذلك رحمة وتخفيف، فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصي ولأن فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز، مثل القصر في السفر للمسافر سفر معصية. واحد بقاتل المسلمين، هاجم على سارق، قاطع طريق، ممكن يسألك سؤال: بجوز أصلي صلاة الخوف وأنا خلال قتالي للمسلمين وأنا هاجم أخذ أموالهم؟ نقول له ما بجوز، يعني لأنه أنت عاصي مستبيح للدماء البريئة المعصومة، فتستفيد أيضا من الجمع. وطبعا ممكن يأتيك ملاحظة أنه هذا لا يصلي أصلا، من كان يستبيح الدماء بقطع الطريق أو بالخروج على الإمام العدل، يعني هو أصلا من البغاة والخوارج، فهذا غالبا لا يصلي لأنه غارق في الكبائر والعياذ بالله. وإن كان يصلي فلا يعان على المعصية، لا يعان على خلاص. طيب، الآن صلاة الخوف فيها تفاصيل. إذا لاحظوا، إذا كان القتال مشروع تشرع رخصة صلاة الخوف، إذا كان القتال غير مشروع كقتال أهل العدل أو قتال المسلمين لنهب أموالهم، يعني إذا كان السائل السائل عن الرخصة هنا هو قاطع الطريق نفسه أو هو من الخوارج أو البغاء، فأولئك لا يمكنوا من الرخص ولا تكون مأذون لهم، لأنها فيها الإذن لهم بالرخص والاستمتاع بالرخص، فيها إعانة لهم على المعصية التي هم عليها، والشريعة لا تعين على مناقضتها، لأن شريعة حكمة وعدل لا تأذن لمن يهدر أحكامها أن يستمتع بالرخص الشرعية، هذا تناقض. والشريعة الإسلامية شريعة كمال منزهة عن كل عيب ونقص، لأنها نازلة من عند الحكيم العليم الله جل جلاله سبحانه وتعالى. إذن رخصة صلاة الخوف بهيئاتها ووضعيات المتعددة لمن كان في قتال مباح، يعني في جهاد مشروع،
جهاد السلاح، جهاد السيف، بقتال الكفار أو قتال البغاة أو قتال قطاع الطرق ونحو ذلك. فإذا حضرت الصلاة ونحن في حالة قتال أو في حالة الاستعداد للقتال أو في احتمال لهجوم الأعداء علينا، تكون مشروعية صلاة الخوف. أن تلاحظوا رغم الوضع الشديد، يعني وضع القتال في حال الحرب أشد من المرض وأشد من المطر وأشد من الثلج وأشد من الإعصار، قتال يعني موت محقق، الناس اللي وضع إيدها على الزناد في الطرف الآخر من الأعداء هذه تريد قتلك، تمام؟ يعني هذا مش مهرجان ثقافي ولا مؤتمر علمي ولا ألعاب نارية، هذا موت أحمر. لكن مع ذلك لا تسقط الصلاة، هذا إن دل على شيء يدل على عظيم شأن الصلاة. قتال وموت أحمر وقتال مشروع، لا تترك الصلاة، تصليها بهيئة من الهيئات التي سنتكلم عنها في الدرس القادم، أما لا تسقط أو أنه يقضيها بعد المعركة بدون إثم، لا، ما تقضى بعد المعركة، تصلى في المعركة. طبعا هذا إن دل على شيء يدل على عظيم جرم من ترك الصلاة رغم الأمن والصحة والعافية والإقامة وإلى آخره. لا هو مسافر ولا مريض ولا خائف ولا في جوع ولا في عطش ولا زلزال ولا غيره، ولا يعرف جهة القبلة في بيته. الحنابلة قالوا تارك الصلاة هاونا وكسلا يكفر كفرا مخرجا من ملة، نسأل الله العفو والعافية. انظروا وتأملوا في شرعكم الشريف، المعركة قائمة وقتال مشروع، بل هو جهاد في سبيل الله له ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك ما في تعطيل للصلاة، ما في إسقاط، ما في إسقاط، إنما هي عدة هيئات وخيارات كلها محورها أنه الصلاة تقوم، نغير الهيئة، نجمع كذا إلى آخره، لكن الصلاة تقوم، ما في تعطيل ولا إسقاط ولا قضاء، إنما تجمع وتتغير فيها الهيئات. وسنذكر هذه الهيئات والأحوال في الدرس السابق، ممكن يكون الأعداء في جهة القبلة، الأعداء في غير جهة القبلة إلى آخره. إن شاء الله تعالى كريم نكتفي بهذا القدر، ونقف عند عنوان فصل جهة العدو لغير القبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرباب والأسباب والآجال والأرزاق، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم يا رب أن تفرج كروب إخواننا المسلمين المنكوبين في تركيا وفي سوريا الذين ضرب الزلزال ديارهم. اللهم نفس همومهم جميعا، اللهم اجبر كسرهم جميعا، اللهم داوي جرحاهم وشافي مرضاهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم وعوضهم خيرا واخلفهم خيرا وثبت قلوبهم على الإيمان يا رب العالمين. اللهم آوهم إليك يا الله برحمتك الواسعة، اللهم آوهم إليك يا الله برحمتك الواسعة، وعمهم برحمة من عندك يا رب العالمين تثبت بها قلوبهم على الإيمان. اللهم اخلفهم خيرا فيما فقدوا، وصبرهم يا رب العالمين، واجبر كسرهم يا رب العالمين، واجعل لهم من بعد ضيقهم مخرجا ومن بعد عسرهم يسرا برحمتك بهم يا الله يا أرحم الراحمين. وأعنا يا الله يا معين على إبراء ذمتنا من حالهم كما تحب وترضى،
وأنت القائل إنما المؤمنون إخوة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فلا تردنا عن باب رحمتك خائبين، واستجب دعواتنا لهم أجمعين بكرمك علينا وعليهم جميعا يا الله يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.